إخواني أخواتي الجزائريين، تحية طيبة في هذه الأمسية. في الحق كان عندي موضوعين حبيت أتطرق إليهما، وهم يعني الاثنين عندهم علاقة بوقائع هذه الأسبوع المنصرم. الأهم وأول نقطة كنت أحب أن أتحدث إليكم بخصوصها، ما وقع ويقع في هذه الأيام في أنحاء متعددة من بلدنا من انتفاضات، من غضب شعبي على أمور اجتماعية مختلفة كالسكن إلى غير ذلك، ولربما من أبرز هذه الاحتجاجات تلك التي وقعت ولازالت قائمة إلى الآن في ديار شمس في العاصمة، وكلنا رأى الحالة المزرية التي يعيشها المواطنون. وطبعا أنا لست هنا بصدد وصف ما وقع، ف يعني أنا متأكد أن كل الجزائريين مهتمين بالموضوع، إلا فقط ما لاحظناه من تجاهل يعني بكل تبجح من التلفزة الجزائرية التي لم تشر أصلا إلى الموضوع. وهذا اضطرني إلى أن أخذ بعض المقتطفات من قنوات تلفزيونية أجنبية، ومثلا تلك التي شاهدناها في قناة فرنسية، وتبين حالة البؤس والشقاء التي يعيشها المواطنون الجزائريون في هذا الحي وفي غيره من الأحياء والمناطق عبر الوطن، والآلام التي تكلفهم الكثير، وهذه الوضعية الاجتماعية التي لا يمكن أن يقبل بها أي جزائري، سواء لنفسه أو لإخوانه من المواطنين. وحتى ندخل في الموضوع، أترككم الآن تشاهدون هذا المقطع الوجيز الذي يعبر حقيقة عن حالة إخواننا. ما تدورش ولا تشحر. واش دار لك واش دار لك؟ ضربني لحقت ليه، ضربني بوليسي بحجر. شوف لا ضربني لا انا وبالحط بايض حد للمأساة التي يعيشها. الشاب ياسين في الثلاثينيات من عمره دعانا إلى زيارة منزله. ياسين يتقاسم غرفة ومطبخا مع والديه وثمانية من أفراد عائلته. ياسين في فترة خطوبة، ظروف العيش منعته من التفكير في الزواج أصلا. وين ديرها؟ إذا دخلت هي الدار أنا أخرج من بعد برا. ماني مبروكي الله غالب، نخدم في السبل، نخدم في سوسيتي تانيه تكون. نخلص 500 ألف في الشهر. معليش 500 ألف حلالي، خدم 500 خدم مليون حرامية. احنا كاينة حاجة، ما كاش اللي حبسنا، رصاص اللي حبسنا. احنا ما ضمننا، أنا اللي حبي يدوني الحبس، يدوني الحبس. صافي ريان ندير، احنا لاخاطش احنا رانا دي مور فيفون. 1500 عائلة تقيم في حي ديار الشمس. الحي يتوسط مجموعة بنايات عصرية. الوضع يستلزم تدخل السلطات لتفادي تدهور الأوضاع. رأينا وأظهره بكل وضوح هؤلاء الشهود من ديار شمس، فإن وضعهم لا يطاق. إن وضعهم الاجتماعي السكني لا يمكن أن يقبل به جزائري في بلد يدعي المسؤولون فيه أن فيه بحبوحة مالية، وأن الدولة متكفلة باحتياجات المواطنين، وأننا بنينا أكثر من مليون سكن، وأننا وأننا وأننا. هذه في الحقيقة مشكلة متعددة الأوجه والمستويات. فطبعا أنا أعلم أنه على إثر هذا الحديث إليكم هنالك من سيقوم ويقول أن الدولة أنجزت، وأنتم دائما في انتقاد لما تقوم به، وأنه لا يمكن حل مشكلة السكن بالطرق الديماغوجية إلى غير ذلك. فحتى نكون منصفين، نحن نعلم أن مشكلة السكن مشكلة عويصة، ولا يمكن لأي إنسان عاقل أن يدعي أن حلها بمجرد قرار أو كلمة أو تخصيص ميزانية وكفى. هذه مشكلة وطنية صعبة، مشكلة يعني لا بد لها من جهد، من أموال، من تخطيط محكم إلى غير ذلك. الشيء الذي يحزننا كجزائريين هو ليس أن الأمر قد يتطلب وقتا وتخطيطا وعملا وجهدا من الجزائريين، ولكن المقاربة التي ينتهجها النظام الجزائري في تعامله مع احتياجات السكان. فهو دائما
يريد أن يبين أنه ما ينجز في الجزائر هو بمحض فعله ومنه على الشعب، وأنه بنى للمواطنين 1,000,000 مسكن، وأنه الآن ينجز طريقا سيار، وأنه وأنه وأنه، وكأن المواطن أصبح فقط أداة، أداة يعني هي محل الاستفادة من رحمة هذا النظام، وأن هذا النظام المال ماله والبلد بلده، ثم هو ينظر كيف يوزعها. فهذه المقاربة بغض النظر عن الإنجازات العملية التي قد تظهر على أرض الميدان، نحن لا نريد أن نقول أنه لا لم ينجز أي شيء، ولكن هذه الفلسفة لدى هذا النظام لنظرته إلى المواطنين، وأنه لا يريد أن يشركهم في أي مشروع ولا أن يشاورهم. لأنه حقيقة ما يقع اليوم في ديار شمس ماذا يعني؟ أولا هو إخفاق للسياسات مرت عبر سنوات طويلة بحكم هذا الانفراد في اتخاذ القرارات، في التصرف في المال العام، في تحديد الأولويات من احتياجات السكان، وكذلك هذا التسيير المركزي في سلطة يعني منحصرة في بعض الأشخاص أو حتى في شخص، لأن نحن نعلم كثير من الأحيان يأتي الرئيس ويقول قررت كذا، قررت مثلا أن يوم السبت يكون يوم دراسة، وقررت أن هذا المشروع لابد أن يوقف، وقررت إلى غير ذلك من الأشياء التي حقيقة يبقى الإنسان من خلالها حيران، كيف يمكن أن يسير بلد بهذه الطريقة؟ ثم يقال للمواطن أن لدينا فائض من الأموال 150 مليار دولار في الخزينة إلى غير ذلك من الإشارات اللماعة، وأن الجزائر دولة قوية ويستشيرنا الأقوياء في العالم، وتأتينا أمريكا لتأخذ من نصحنا ومن خبرتنا إلى غير ذلك، كأن هذه الدولة على أحسن ما يرام. بينما نحن نرى كما رأينا في هذا المشهد وهذا المقطع من حالة المواطنين العادية، من سكن، من احتياجات أساسية للمواطن، أن هذا النظام عجز، وعجز لأنه لا يمكن أن ينجح بطريقته، لأنه نظام يقوم فقط بالانفراد، بالتسلط، بحصر القرار في فئة قليلة تسلطت على الشعب، ولا تقبل بأي رأي مخالف، ولا تقبل بأن يكون للمواطن دور في بلورة سياسات تفيد المجتمع، بل وحتى أن يساهم بيده وماله. فعوضا تكون الدولة دولة تعمل على تنمية الثقة والاحترام بين المواطن والحكومة، وتعمل على بعث روح العمل والمبادرة في المواطنين، حتى يكونوا هم أولاً وقبل كل شيء الذين يأخذون مصيرهم بأيديهم، ويساهموا بشكل فعال في حل هذه المشاكل المزمنة التي يعترضها المواطنون في شتى أنحاء العالم. ثم ما أريد أن أقوله كذلك لإخواننا المتضررين من هذا الوضع، أنه ينبغي أن نتصرف بحكمة، وأن نتجنب تلك الانتفاضات العمياء الغير موجهة. فنحن لابد أن نتحرك فيما يخص مواطنينا بحكمة وبصرامة في نفس الوقت، بأن لا نجامل هذا النظام ونقول له قف عند حدك، فأنت أخفقت، فأنت لا تحسن إلا القمع، وأنت لا نجدك كدولة تؤطر وتقنن وترعى مصالح المواطنين، ولكنك فقط تظهر لنا كيد تقمع المواطنين وكيد تقهر المواطنين. ولكن رغم هذا التسلط ينبغي أن تبقى لنا تلك المروءة وذلك التضامن الاجتماعي، وأن نعلم أنه حتى ذلك الشرطي الذي يرسل في تلك الأحياء ليس عدو للمواطنين، ليس عدو، بل هو أكثر من ذلك، هو ضحية لسياسات منحرفة لسلطة فقدت معايير الحكمة، فقدت معايير الحكم الراشد، وأصبحت نقمة على الشعب. ولذلك أنه لا بد من تضافر جهود كل المواطنين ليقفوا في وجه هذا الانحراف، ويسائلوا هذا النظام، ويطلبوا حقيقة حقوقهم بطريقة حضارية، بطريقة قد لا تجعل التصرف أي تصرفهم حجة لهذا النظام ليسيل دماءهم ولينتهك أعراضهم، وهو على ذلك قادر ونحن نعلم ذلك. فهذا ليس موقف من الخوف، بل يريد الإخوان أن تكون لهم الشجاعة للتصدي والشجاعة للمطالبة بحقوقهم، ولكن في إطار منضبط مستقل عن كل التلاعبات التي قد يريد أن يدخلهم فيها هذا النظام المنحرف.